اختتم وفد الشعبة البرلمانية مشاركته في الاجتماع الأول للمجلس التنفيذي للجمعية البرلمانية الآسيوية والذي عقد في مدينة ريزا بتركيا، وذلك بإقرار مشاريع القرارات المقترحة من قبل اللجان الدائمة ضمن محاور أربعة رئيسة تمثلت في الشؤون الاجتماعية والثقافية، الشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة، الشؤون السياسية والموازنة والتخطيط. وللحديث أكثر في هذا الشأن معنا عبر الهاتف سعادة الدكتور عبد العزيز حسن أبو العضو مجلس الشورى. مساء الخير سعادة الدكتور عبد العزيز، لو تطلعنا والسادة المشاهدين على أهمية المشاركة في هذا الاجتماع وما هي القرارات التي اتخذها المجلس التنفيذي خلال هذا الاجتماع. مساك الله بالخير وشاكر لك على الاتصال. الحقيقة هذا الاجتماع مهم جدا، لأن مثل ما تفضلت ناقش مجموعة قرارات، لكن أهم القرارات كانت هو النظر في مستقبل الجمعية البرلمانية الآسيوية واحتمال نقلها تحويلها إلى برلمان آسيوي. طبعا بيكون المجال واسع جدا وبعيد جدا، لكن الفكرة مطروحة، وكان هذا الاجتماع التنفيذي في هذا الاتجاه، وبالتالي كان في مناقشات كما تفضلت، يعني مناقشات عديد من القرارات. نعم. أهمها كان الميزانية والتخطيط والتطوير، وبالتالي هناك الآن اقتراح روسي بتعديل النظام الأساسي لكي يواكب التطورات الديمقراطية ويكون في آليات انتخابات، آليات تصويت وآليات تحديد العضوية. نعم. وأيضا الميزانية، وأيضا موضوع الأمانة العامة هي في طهران ومحاولة معالجة الموضوع، وربما تنقل إلى منطقة أخرى إذا تم قرار الميزانية. نعم سعادة الدكتور عبد العزيز حسن أبو العضو مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك ونتمنى لكم التوفيق.